الله أكبر، مسجد دوما الكبير، استهداف المسجد لخامس أو سادس مرة بقذائف الهاون. عندما يصلح المسجد يعاد قصفه من قبل قوات النظام الوحشي. هنا قذيفة وهنا واحدة ثانية، الله أكبر، وهذه الثالثة. قذائف النظام تنهال بقوة على هذا الجامع، يريدون أن يهدوا مساجد الله، ونقسم أننا إعماره سيكون بعد سقوط الطاغية الظالم. اقصفوا ما شئتم واقتلوا ما شئتم فأنتم ساقطون، نحن الباقون بإذن الله. الثورة منصورة على نظام الطاغية بشار الأسد، حسبنا الله ونعم الوكيل. استهداف المساجد في مدينة دوما، استهداف مسجد حسيبة ومسجد الكبير ومسجد برهج، المساجد في مدينة دوما أصبحت مركزا لقذائف الهاون التي تنهال على المدينة يوميا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة دوما، المسجد الكبير.